اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل درس التاريخ حصة يوم الاربع الساعة 9 مساء. الاستاذ الدكتور والمدرس والمعلم والموجه الاول لهذه المادة استاذ دكتور وسيم السيسي، مشرف ومنور. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يسلمك يا استاذ تامر. الحمد لله كله تمام. تمام الحمد لله. طيب بما ان جرس الحصة ضرب ومش عايزين نضيع وقت من الحصة الثمينة. أيوة. كنا الأسبوع اللي فات اتفقت أنا وحضرتك على إنه هنخصص أو قبل اللي فات أو قبل اللي فات مظبوط. كل سنة طيب وحضرتك بالصحة والسلامة. صح، الأسبوع اللي فات كان العيد. صح، شكرا. الأسبوع اللي قبل اللي فات حضرتك وعدتنا إن أول فقرة هنخصصها للحديث عن الأسماء اللي موجودة في حياتنا واللي ليها أصل من حضارة مصر القديمة، وحضرتك قلت لي ده ما اكثرها، ده احنا تقريبا عايشين في مصر القديمة. تمام، فارجو ان حضرتك النهاردة تخصص لنا هذه المعلومات المهمة. ونبتدي بالكلام عن انه يعني الربط جه منين وازاي جت منين وازاي نوعي الاجيال الجديدة دي، انه زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت انه لازم يبقى عندك وعي طبعا بحضارتك القديمة، لانه الدنيا كلها موصولة ببعضها. طبعا، اتفضل يا فندم. انا عاوز اركز على كلمه مصر. مصر دي يعني ناس محترف فيها وكتير قوي واراء مختلفه. هل منذ الاسره الاولى اللي هي 5619 قبل الميلاد طبقا لما قاله المؤرخ المصري السمنودي مانيتون، هي 3100 قبل الميلاد اكوردنج او طبقا للمتحف البريطاني؟ كويس. بس الشيء الجميل ان ثبت ان كلام مانيتون صح. اندري بوشان سنه 75 خد عينات ووجد انها اقدم مما يقوله المتحف البريطاني ب 2400 سنه بالكربون 14، ف 2400 زائد 3100 يطلع 5619 زي ما قال مانيتون. صحيح. الصدمة للمتحف البريطاني دلوقتي هي من عالم مصريات بريطاني اسمه فلاندرس بيتري. هو اللي قال للمتحف البريطاني كلامكم مش صحيح. ليه؟ قال انتوا بتقولوا الأسرة الأولى تسعة تلات ملوك وهي تسعة زي ما بيقول مانيتون، وأنا وجدت المقابر التسعة بتاعت التسعة ملوك، و الفرق ما بين ثلاث ملوك وتسع ملوك 450 سنة. شوفوا بقى في 30 سنة في 30 أسرة يطلع فرق قد إيه؟ يطلع 2400 سنة فعلا. زي ما أندري بوشان قال. فإذا طب مصر كان اسمها إيه في هذا الزمن الصحيح 5619؟ كان اسمها مصر؟ لا، ما كانش اسمها مصر. كان اسمها تاوي. تا يعني أرض، وي هو المثنى، يعني زي ما تقول كتاب كتابين، اليه والنون مثنى. حلو. أو كتاب كتابين، الألف والنون مثنى. تمام. التا وي الواو واليه معناها أرضين، معناها أرضين اللي هي وشي كده. كان من صفات الملك في ذلك الوقت يطلقون عليه نب طوي، ونب معناها سيد الأرضين. عشان كده. ومن هذه الكلمة نب جاءت كلمة نبي. نب سيد قومه. فنب طوي معناها سيد الأرضين. ومن نب جاءت نبي ونبوة وأنبياء. باعتبار ان النبي هو سيد قومه. والجزر هو مصري قديم. يا خبر ابيض. اذا اسم مصر كان في ذلك الوقت تاوي، 5000 سنه قبل الميلاد، 5619 عند توحيد القطرين. فبقت توحيد الارضين. تا هي ارض، ووي هو يعني مش مينا اللي وحد القطرين. مينا اللي وحد القطرين، فبالتالي مينا كان في 5619. هما بيقولوا 3100 وبتاع، انما ثبت اكوردنج لاندري بوشان وفلاندرس بيتري ان كلام المتحف البريطاني مش صحيح. هم نفسهم دلوقتي بيتراجعوا ويقول لك اسره ماينس واحد وماينس اثنين ولا لخبطه. 5619 سنه قبل الميلاد اللي هي الاسره الاولى. مصر كان اسمها تاوي. وي
تاوي تاوي في ذلك الوقت الصحيح برضو كان اسم من اسماء مصر كمت، وكمت كلمة مصرية قديمة معناها التربة السوداء أو الأرض السمراء، الخصبة، على أساس أنها الأرض الزراعية عاوزة الطمي، خصوبة الأرض الخصبة اللي هي السوداء اللي هي السوداء طمي. فكلمة كمت معناها الأرض السمراء أو الأرض السوداء، الخصبة يعني. الخصبة طلعت منها كلمة لما اليونان جم وبتاع، كانوا المصريين شطار قوي في الكيمياء بتاعة التحنيط والكيمياء في الطب. أيوة. فخدوا كلمة كيمستري من كيمت. كيمستري. كيمستري. كيمياء. معناها ذا بلاك ساينس أو العلم الأسود. جت من كلمة كيمت، فكيمت اوريجينالي الايتيمولوجي بتاعها جاي من كيمت اللي هي. ايوه صح، انت لو ركزت شوية في كلمة كيمت هتلاقي هي الاصل المادة زي بتاع العلوم اللغة كده، الجذر بتاع الكلمات كيمت، المادة بتاعت الحروف بتاعت كيمياء، بتاعت كيمت كيمياء، كيمت كيمستري، وبالعربي كمان بقت كيمياء من كيمت، كيمياء وكيمستري. كيمياء وكيمستري واحد جايين صحيح. من الجذر المصري القديم. بس مصر مش هي 10% او 6% التربة السوداء دي، صح، امال بقى في 90% اللي هي الصحراء دي، فراحوا مسمينها ايه؟ ايوه ديجرت. ديجرت اللي هي جت منها الكلمه الانجليزيه ديزرت. بجد اصلها كده؟ طبعا انا بكلم ناس علماء في الايجيبتولوجي يعني. مش هقول اي كلام. لا انا مستغرب قوي انها قريبه قوي كده. ما هي ديجرت، الاف الكلمات الانجليزي واخدها من عندنا. ديجرت بقت ديزرت. ديزرت من ديجرت، هي عندنا احنا ديجرت. ديجرت زمان معناها الصحراء، ودلوقتي بالانجليزي الصحراء ديزرت. دلوقتي بقت ديزرت يا خبر ابيض. فلما نقول مصر عباره عن ايه؟ عباره عن كيمت اند ديجرت، الاثنين مع بعض، الارض السمراء الخصبه، الارض الزراعيه والصحراء. والصحراء بقت كيمت اند ديجرت، اللي هم الارضين اللي هم تاوي. لا بس الارضين ده شمال وجنوب فيهم الاثنين. صح. انما دي متقسمه على اساس تاوي متقسمه شمال وجنوب، وارض صحراوي. لكن التقسيمه الثانيه التقسيمه الثانيه ارضين بحالهم. فيهم ده وده. فهمت. يعني فهمت. يعني الدلتا فيها الاثنين، جنبها الصحراء الغربيه والشرقيه وبابا الاخر. لكن التقسيم بتاع الارضين له علاقه بالشمال والجنوب، بالشمال والجنوب، اللي هو وحدهم بعد كده مينا موحد القطرين، الابلي والبحري، اللي وحدهم مينا موحد القطرين، اللي وحدهم بينا موحد القطرين. حلو. فايه بقى هنا؟ عندنا تاوي، وعندنا كيمت، وعندنا ديجرت، وعندنا في اسم برضه إيه؟ رابع اللي هو التاميري. تا يعني ارض، وماري يعني المحبوبه. وحتى ارض تامر المحبوبه يعني. ايوه الارض المحبوبه. تامر تامري. يعني انا طلعت الارض المحبوبه؟ طلعت الارض المحبوبه. يا سلام. محبوبه دي حاجه كويسه مش كده؟ طبعا. مش محببه. محبوب. بس الناس بقى بتترجم ماري. ماري دي بقى لانها تحمل معنى اخر، وهو الفيضان. والغريبه ان كلمه ماري دهيا دلوقتي بتتقال في وقت الفيضان. تا ماري بقت دا ماري بقت دميرة. ولما يجي الفيضان في الصعيد يقول لك الدميرة وصلت، اللي هي تامري دامري دميرة. فكلمة الدميرة اللي بتتقال النهاردة على الفيضان على ألسنة المصريين الحاليين أصلها مصري قديم، أصلها مصري قديم، اللي هي تامري اللي هي أرض الفيضان. يا سلام. فده برضو من الاسماء اللي اطلقت بتاعت. على مصر. فاحنا عندنا دلوقتي كم اسم يعني؟ عندنا في الاول تاوي، تاوي كيمت، وعندنا كيمت ديجرت، وعندنا ديجرت، وعندنا تامري اللي هي ارض الفيضان. ما ينفعش انساها، او الارض المحبوبه تامري. برضو لها اسم اللي هو ارض الشاطئين او الضفتين. اللي هي بقى ادب وي، ادب يعني ضفة، وي يعني الاثنين زي ما اتفقنا صح. انها المثنى بتاعها.
دي الأسماء الخمسة بتاعتها في ذلك الزمن الصحيح. حلو. إنما كان زي ما احنا دلوقتي بنوصف مصر بنقول المحروسة، بنقول أم الدنيا. أي. فهم برضو كانوا بيوصفوها بيحبوها. لها ألقاب يعني. لها ألقاب. فكان من ضمن الأسماء بتاع أو الصفات بتاعتها سموها إريت رع. رع اللي هو الإله الظاهر. ما في صفات كثيرة للإله الواحد، وإحنا لغاية دلوقتي بنقول يا عبد الظاهر لأنها صح. من أسماء الله لغاية النهاردة موجود. فإرت هي معناها عين الله. عين الله، لأن إرت بالمصرية القديمة معناها عين، اللي طلعت منها في الإنجليزية آيرس اللي هي إيريس. إيريس إرت اللي هي اللي هي القزحية بتاعت العين. قزحية العين دي اسمها آيرس، طبيا معروفة اسمها آيرس، آي آر آي إس، هي إرت اللي الله موجودة الله. ده اللي هي العين. تمام. فإرت رع اللي هي معناها برضو وجد أو أوجد، دي معناها المحروسة. اللي وإيه وجد دي أو أوجد؟ اللي هي العين السليمة بتاعت حورس. إيه العين السليمة؟ لما تشاكل مع عمه الشرير سات اللي جاب منها كلمة سيتن أو شيطان، ففقع عينه. استنى بس بس بالراحة يا دكتور، بس بالراحة. هو صح إله الشر كان ست اللي جت منها سيتن سيتن اللي هو الشيطان. الشيطان جايه كمان من ست، جايه من ست مصريه قديمه. والكلام ده كاتبه عباس محمود العقاد، له كتاب اسمه ابليس، وجايب بقى كلام رائع عن هذا الموضوع. وحتى كلمه ابليس يعني مترجمها انها من الابلاس، وهو فقد الرجاء. الافلاس فقد المال، والابلاس وفقد الرجاء. ولغايه دلوقتي يقول لك ده عشم وعشم ابليس في الجنه، يعني فقد الرجاء خالص في الجنة. صح يعني. صح صح. وقعد يفرق، وبعدين جاب كلمة ست انها من سيتن، وجاب آراء اخرى طبعا انها جاءت شيطان، جزر عربي من شاطة يعني احترق وتلهب، وشطنا يعني اخذ الجانب الاخر من الخير وهو الشر. له كلام جميل قوي في موضوع ست دي يعني. عباس محمود العقاد له كتاب اسمه ابليس، كتابه اسمه كامل. ابليس كامل، عشان انا هجيبه النهارده بالليل الكتاب ده. واضح ان هو ثري جدا يعني. ثري جدا، وجايب الحدوته من الاول للاخر. حلو. والاسماء بتاعتها وديفل ومش ديفل ومستوفليس، من اسماء دي كلها من الاول للاخر. حلو. المهم نرجع تاني بقى لدهيا. فيبقى عندنا اللي هي عين الرع، واللي هي المحروسة اللي هي عين حورس، اللي هي عادت إليه. وأيضا باقت، كانت يقولوا عليها باقت، وباقت معناها الزيتونة الخضراء، إنها الأرض الخضراء. الأرض الخصبة. دي كلها الألقاب اللي اتقالت على مصر، دي الصفات. صفات إنما زي ليست الأسماء. لا زي ما قلنا المحروسة وأم الدنيا و دي أرض الكنانة وكده. بالظبط كده. آه. نيجي بقى لموضوع مصر نفسها. أيوة. الاسم بقى اللي ابتدى يظهر بقى. حلو. الدكتور عبد الحليم نور الدين، رجل عظيم جدا. طبعا عالم آثار كبير. عالم آثار هايل. هو في رأيه، ورأي محترم جدا، أن كلمة مصر جاءت من كلمة مجر، كلمة مصرية قديمة. ومجر كلمة معناها الحصن أو الحدود. تمام. مجر. تقول له طب كلمة الصاد دي جت منين يا دكتور عبد الحليم نور الدين؟ قال لك لا، ما في حاجة في الحروف تبادلية. قال له يعني إيه؟ قال يعني ممكن الجيم المعطشة بتاعت مجر تستبدل بالصاد. ممكن. طب ادينا مثل. قال لك جبع معناها اصبع بالمصر القديم، بقيت صبع او اصبع. يعني في ناس بيقولوا صبع. صبع اللي هي جبع. بالمصر القديم الصابع اسمه جبع. الصابع في مصر في المصرية القديمة اسمه جبع. جبع. فالجيم استبدلت بالصاد. طب واحنا هنروح بعيد ليه؟ ما حضرتك لسه قايل لنا من شوية ان ديجرت بقى ديزرت. بقى ديزرت. فالديزرت الجيم المتعطشة استبدلت بالاس. صحيح. موجود. ففي رأي الدكتور عبد الحليم نور الدين ان ميجر هي مصر حاليا دلوقتي. وكل ما هنالك ان الجيم المعطشة استبدلت
بالصار. وعلى فكره دي لعبه الشباب بيلعبوها، ما اعرفش حضرتك عارفها ولا لا، اللي هي لعبه كيف سيصلك الكلام. لما يكون في 20 واحد قاعدين، وواحد يقول كلمه للي جنبه في ودنه، واللي جنبه يقولها للي جنبه في ودنه، ويسالوا اخر واحد في العشرين وصل لك ايه، تكتشف انه وصل حاجه تانية غير اللي قالها اول واحد، مختلفه طبعا بناء على انتقالها ما بين سواء البشر او الازمان. الكلام بيتغير، فممكن تكون ابتدت ميجر وعلى ما وصلت شويه بقت مصر. بقت مصر طبعا. وانا الحقيقه ميال انا طبعا مش عايز افتي، بس انا ميال لانه مصر ينطبق عليها قوي وصف الحسن. صح. وصف صح. الحسن انها حسن الامه وحول الحسن طبعًا. حتى بتاعت ميجر. الارض كلها فتمشي. ولغايه دلوقتي حتى كلمه مجر يعني الفلوس او الجنيهات في اللغة العراقية يقول لك 100 مجر تحت الحجر، يعني 100 جنيه موجودين تحت تحت الحجر. صح. وطبعا معروف المصاري من مصر اللي هي العملة. مصاري مصر. ايوه صح. يقول لك مصاري دلوقتي. مصاري يعني فلوس. اخواتنا اللبنانيين كمان يقول لك مصاري. مصاري موجودة. ده رأي مين؟ دكتور عبد الحليم نور الدين. نيجي بقى الرأي عباس محمود العقاد مره ثانيه. ما هو اصل ده طب نقف بقى عبد العقاد. نقف عند نقف بس عند عبد الحليم نور الدين ونروح لفاصل صغير. أوكي. ونرجع نسمع رأي استاذنا العقاد. اوكي. اهلا بحضراتكم بعد الفسحه. رجعت ثاني للحصه وتوقفنا عند رأي أستاذنا وعالمنا الكبير أستاذ دكتور عبد الحليم نور الدين في اسم مصر اللي كان أصله مجر، ثم مع انتقاله عبر الأجيال والأزمان وصل إلى مصر. أو مصر الجيم المعطشة تحولت إلى الصاد. والآن سنعرف رأي أستاذنا الكبير العقاد عباس محمود الله. عباس محمود العقاد. رأي الأستاذ العقاد قال إن كلها احتمالات يعني بالنسبة لرأي العقاد. قال من المحتمل أن يكون كلمة مصر جاءت من مصر وهو أحد شهور السنة القبطية التي أصلا هي مصرية قديمة، وهو شهر النيل والفيضان، فسميت مصر من مصر. تمام. بس أنا شايف أن ده اجتهاد في التفسير. كويس. له رأي آخر برضو الأستاذ العقاد أنها من المحتمل أن تكون جاءت من ثلاث كلمات معناها موضع ابناء الشمس، لانها بلاد الشمس المشرقه. صحيح. فهي ما بمعنى موضع في المصري القديم، سي يعني ابناء في المصريه القديمه، رع وهو الشمس، فما سي رع. ما سي رع مصر، فتبقى ابناء بلاد الشمس المشرقه. تمشي. رايه. تمشي. يعني ده مجرد رايه. تمشي. نيجي بقى لرأي تاني لمهندس عظيم جدا وعالم مصريات كبير جدا الله يرحمه، اللي هو الدكتور سيد كريم. طبعا. اللي عمل تخطيط المعادي وجدة وبغداد. مظبوط. وكان تلميذ لسليم حسن. كويس. العالم الكبير سليم حسن صاحب الموسوعة الكبيرة. في رأي بقى الدكتور سيد كريم ان مصر جاء في التوراة انها جايه من مصرايم او مزرعيم. ومصرايم هو ابن حام، وحام ابن نوح، لان نوح انجب ثلاثه. صح. حام وسام ويافس. مظبوط. فابن حام هو مزرعيم او مصرايم. وتقول التوراة ان مصر سميت على هذا الاسم، ولكن ده مش معقول الكلام ده هو في راي سيد كريم، لان مصرايم هي معناها اتنين مصر أو اتنين أرض، لأن الإيم في العبرية إنما هي للتثنية أو الجمع أو التعظيم. فنقول بدلا من أن نقول الله نقول ألوهيم، يعني الله العظيم. فمزرئيم هي معناها مصرين مش أو أرضين أو مصر العظيمة. مصر العظيمة. لأن الإيم هي ممكن للتعظيم زي ألوهيم. صح. فده رأي الدكتور سيد كريم. ورأيه أن مصرايم هذا خد اسمه من مصر نفسها. مفهوم. مفهوم. نيجي بعد كده لإيجيبت بقى. إيجيبت رأي منيتو أو منيتون هو أنها جاءت من جبتانا،
وجبتانا هو وضع كتابين، واحد اسمه جبتياكا والتاني اسمه جبتانا. وجبتانا يقول انها كانت من القبائل الكبيرة العظيمة اللي في عصر الجفاف تحلقت حول وادي النيل، فمصر خدت اسمها منه. بس مش ده كلام مانيتون نفسه، لان في كلام كتير دخل على مانيتون. المهم في رأي تاني انها جت من كلمتين مصريتين قديمتين، جب يعني ارض، بتاح، وبتاح هو احد صفات الاله اللي هو الاله الخالق. كويس. ده بقى الاله الظاهر اللي وراه، والخالق اللي هو بتاح اللي جت منها فتاح، وبنقول يا فتاح يا عليم. يا سلام. بتاح هي فتاح. كويس. اللي هي بتاح. فجب بتاح معناها ارض الاله الخالق بتاح. اللي هو فجب بتاح فتيجي ايجيبتا. ايجيبتا. جبتاح بقت جبتا، بقت جبتا، ايجيبتا. تمشي. تمشي. انما بقى الراي اللي انا شخصيا يعني مرتاح له قوي. بحث عظيم جدا جاي من المانيا. انتوا بتروحوا كتير هنا وتلفوا هنا ليه؟ مسألة سهلة قوي. قواميس اللغة في كلمة الفيضان بالمصر القديم اسمها ايه؟ اجيبتي. اي جي اي بي تي واي. كلمة فيضان اجيبتي. تمام. شيل الاي حط اي تبقى ايجيبتي. تبقى ايجيبت. ده الرأي الألماني بقى، ان عندك كلمة مصرية صميمة اسمها اجيبتي وتعني الفيضان، يعني فيضان، وهي دي ارض الفيضان، وهي دي ارض النيل والفيضان. يبقى ايجيبت جاية من اجيبتي اللي هي الفيضان. لا تروح بقى ولا تقول جيب بتاح ولا تقول مش عارف ايه ولا اي حاجه. هم الالمان جامدين بقى. جامدين. لا جامدين جامدين يعني. فده رايي انا شخصيا ارتاح له قوي يعني. اجيبتي بقت ايجيبت. صحيح. بس. صحيح صحيح. تمشي تمشي. في بقى راي، في بقى من اسمائها الاخيره بقى اللي هي ارض الكنانه. ارض الكنانه. وكلمه كنانه معناها جعبة السهام والرماح. صحيح. لأن مصر مشهورة من زمان، من قبل التاريخ، وهي شطرة قوي في صناعة الرماح والسهام. لدرجة البعض حتى يقول لك هي طول عمرها مصر دي في حروب لأنها مطمع لكل ما حولها. صح. عشان كده البعض يقول لك لا مصر دي عبارة عن جيش له شعب. وانا برد عليه بقول له هو الفرق بين الاثنين، ده شعب مسلح والتاني على السداد ان يحمل السلاح، فما فيش فرق بين الاثنين يعني. anyway فكلمه كنانه معناها الارض اللي دائما يعني بتاعت السهام والرماح. اللي هي الارض اللي في رباط على طول، اللي هي في دي بقى بتجرني لحاجه كده اسوسيشن اوف ثوتس، زي ما بيقولوا تداعي المعاني، ل واحد اسمه عمرو ابن نائلة. عمرو ابن نائلة كاتب بيقول سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي أصول الأسرة بتاعتك والقبيلة بتاعتك إيه؟ فرد عليهم وقال لقد اصطفى الله من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة بني مناف، واصطفى من بني مناف قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيارا من خيار. الله الله اللهم صل وسلم. وعشان كده الدكتور سيد كريم يقول لك ايه، ان الرسول عليه الصلاة والسلام جذوره مصري اهو كنانة. ويؤكد كلام الدكتور سيد كريم ولو انه ما قالها ليش دي، انما انا في قراءاتي وصلت لها، ان جد الرسول عليه الصلاه والسلام الجد الرابع اللي هو مين بقى؟ قصي. قصي اولاده الاربعه مسميهم اسماء مصريه. معقوله؟ تصور بقى عبد مناف
ما هي بقى مصر بقى منف منف واسمه عبد مناف. اه والتاني اسمه ايه بقى؟ عبد شمس اللي هي رع. والتالت اسمه ايه بقى؟ عبد عزة اللي هي ازيس. الله. والرابع اه اسمه عبد الدار اللي اداله مفتاح مكة. ايوه واخد بقى، اداله مفتاح الكعبة، وده طبعا منصب كبير قوي. وكعبة دي كلمة مصرية قديمة جاية من كعبة، دخلت في الإنجليزية بقت كيوب يعني مكعب، ودخلت في العربي بقت كعب. يا خبر أبيض، يا خبر أبيض. لا ده النهاردة جرعة مش مكثفة، جرعة مكثفة، جرعة ممتعة ممتعة. يعني هي المرة الجاية بقى نتكلم عن العواصم واصلها ايه وجاية منين. لا النهاردة الجرعة بصراحة كافية قوي عشان العقل البشري يستوعبها. ونقعد نرددها مع ان انا هخلص الحلقة ان شاء الله ومروح ادور على كتاب عباس محمود العقاد. اسمه إبليس. ابليس بس كده طلع. ده ممكن تطلعه على النت كمان يعني. امتعتنا وافدتنا وربنا ما يحرمنا من علمك ابدا يا دكتور. شكرا شكرا، نشوفك على خير الاربع اللي جاي ان شاء الله. شكرا جزيلا يا حبيبي. شكرا لحضراتكم، خلصت حلقتنا، واتمنى تكونها ممتعه. انا متاكد ان حضراتكم استمتعتوا واستفدتوا بالجرعه الدسمه جدا من هذه المعلومات. بكره حلقه جديده، كونوا دايما على الموعد في اخر النهار.